يلا اخوتي مشيو باي ثانك يو برو ثانك يو يلا اخوتي مشيو طريق الله يربو ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نمشي واحده من بين احسن الجزر اللي كاينه في العالم، واحد الجزيره اللي معروفه بزاف هي جزيره بوراكاي اللي تسدد هذه تقريبا شي 9 شهور او 10 شهور وهما سادينها. علاش؟ باش ينقيوها. يلا تحلت دابا واحد شهرين هذه ولا شهر ونص باش تحلت، ولات نقيه بزاف، ولات واعره، ولات زوينه بحال المالديف. غادي نشوفوا المالديف في الفلبين. كنت ديجا قلت لكم غادي نمشيو ان شاء الله لهذه الجزيره هذه، واليوم وصلت الوقت ان شاء الله باش اننا نمشيو لهذه الجزيره. كيفاش غادي نمشيو؟ علاش غادي نمشيو؟ شكون اللي صيفطنا تما؟ كنا في ماد مانكي هوستل هنايا في سيبو، وماد مانكي هوستل هنا في سيبو هما اللي صيفطونا للماد مانكي هوستل في بوراكاي. طبيعه الحال هما مخلصين كل شيء، مخلصين الطياره، مخلصين كل شيء علينا. شكرا لهم بزاف صراحه. الحاجه اللي واعره في هذا الفلوق هذا هو في الفلوق اللي قبل فاش كنت ربحت لوكا في بيربول قلت لكم عطيوني تحدي في لي كومونتير وهي غادي ديرو، وسي فري عطيتوني بزاف ديال التحديات، بزاف ديال التشالنج، وانا اختاريت واحد عجبني بزاف اللي هو لوكا تلبس الجلابه المغربيه وتخرج بها في الزنقه، ولكن ما غاديش تخرج بها في الزنقه، عطيتها تحدي انها تلبس الجلابه المغربيه من المطار هنايا وتطلع بها في الطياره وتوصل بها للمطار ديال بوراكاي وتركب بها الطاكسي ومن تما غادي تدخل بها حتى للهوستل في بوراكاي. دونك عندها واحد التحدي اللي صعيب بزاف. غنمشيو دابا كاملين نلبسوا ليها الجلابه، غتموتوا بالضحك على لوكا، والله حتى غتموتوا عليها بالضحك في هذا الفيديو هذا. دونك كملوا معنا الفيديو، نمشيو نبداو النهار ديالنا ان شاء الله. لوكا كمان كمان علي لوكا غتلبس الجلابه، علي لوكا غتلبس الجلابه في المطار، علي لوكا شو كلشي كيشوف فيها. ليديز اند جنتلمان راه تمغرى علي يلا دابا سيري للجامع بيكاس اي لاف موروكو. سير سير استريها راسك بعدا، سير سير استريها راسك بعدا. الله طلب طلب واو نايس، يو لوك نايس لوك نايس يا واو ذا جولدن دريس ذا جولدن دريس. So now we have mission. We have mission, okay? دابا عندنا واحد المهمة اللي واعرة مع الفقيه لوكا. You will go with me like this, okay? No! Yeah. غنمشيو نجيبو بورا في المطار هاك شوف. شوفوا شنو مشي. I cannot walk like this. لوكا الحلقة. كلشي كيشوف فيها. Okay, let's go. Let's go, let's go. Wow, nice. You look nice. Like this. Yeah, yeah. Say hi, say hi to the people. Hello, hi, hi. Wow. Say hi to the people. Take them. Wow, nice. Hi, hello. Wow, wow. See how you have to take picture with her. Yeah, beautiful, right? This is the challenge. Yeah, you want to challenge me, the people? You want to challenge me? دابا شي زومبي. واو عرفتي شحال ديال الناس دابا قدامنا عاوتاني في هاد البلاصه. شوفوا شحال ديال الناس غادي يشوفوا لوكا. واو علي لوكا علي لوكا علي علي الفقيه لوكا. شنو انت كي دايره؟ يو لوك زومبي عليك زومبي. كم واو نايس دريس. واو نايس دريس. واو سو نايس so nice. Yeah, like that, model. Model. واو لوكا دابا العقوبة الواعرة هي أنا غنمشي هكا غنطلع هكا في الطيارة وغنمشي هكا حتى توصل حتى نوصل للجزيرة اللي بغينا حتى اللوطي اللي غندخلو يعني حتى الماد مونكي اللي غادي ندخلو ليه عاوتاني في بوراكاي.
سو غتمشي هكا طلع في الطياره هكا غتهبط من الطياره هكا المطار الاخر غتمشي فيه هكا تركب الطاكسي هكا تدخل الريسبشن ديال لوطيل هكا نو يو هاف تو لايك ذات يا يو هاف تو ريسبكت ماي دريس اوكي يو هاف تو ريسبكت اور موروكان دريس ذيس از نوت ايفن فور ليدي يو هاف تو ريسبكت اور ذيس از نوت ايفن فور ليدي بس اي نو اتس نوت فور ليدي بس فور يو اونلي فور يو Let's go back. What? I cannot go back. Yeah, you have to go back. والله إلا دتنا اليوم انتوما اللي اختاريتو هاد التحدي انتوما اللي اختاريتو هاد التحدي وقلتوها في كومونتير اختاريتو بزاف ديال لي تشالنج وهذا هو اللي عجبني حيت عرفتو غادي يقتلنا بالضحك كاملين عرفت بلي غادي يضحكنا وطحت ليه في بالي قلت حنا غادي البوراكاي غادي البوراكاي سو علاش لا ما تلبسوش في المطار علاش لا ما تلبسوش في المطار وتمشى فيها انبهدلها اليوم والله تنبهدلها شوف الجلابة شوفوا الجلابة فين واصلة ليها واو لوكا بليز بليز اي وانت تيك سيلفي ويز يو بليز ليتس جو باك وي دونت هاف تايم ليتس جو نو تايم وي هاف جو تو ذا بلاير لا يا انا شو بطلع على الطيارة هكا والله الى الحماق وحق الله درت لي حتى ستوري حطيته في الانستغرام واد سكات جاست فولو مي جاست فولو مي يو ويل بي بيتر ذان بيفور بيتر ذان بيفور يا تهديد عليك دوك الله يسمح لي منك وير ار يو جوين تويلت بغيت نمشي للتواليت وقالت لي عافاك نحيدوها نمشي للتواليت ونرجع قلت لها لا شدات لاستيك ديال الشعر كدور عليه باش طلع الفوق باش ما درتش لنا شي افتتاح بهاد الجلابه في الطوال لوكا بهاد الجلابه كتبان بحال ديك الفزاعه اللي كتكون في الحقول اللي كتبقى تخلع دوك الطيور اللي كيجيو الحقول شوفوا لوكا بالباجاج ديالها واش غير كولج ديال الشركه ميستر ارمي بوتيستا فين كنتش من سوق فين كنتي مغربي وات مغربي علي لوكا علي ها؟ لوكا دايره بحال جحا ثانك يو وجحا جحا بلاتي اصبر جحا اصبري علي جحا علي علي جحا علي Can I take picture with you, please? Yeah, come here. No, can I have picture with you? Thank you. I hate my life. I hate my life. Look at me. Go. I have no dreams. أشنو هنا العشوب؟ دايرة بحال ديك اللي كيكونوا في السواق كيبيعوا العشوب والحلاش. الحمد لله عاوتاني دزنا بكثر من 40 كيلو في الباكاج دزنا بريط غير بالفن مغاربة أخويا. إبراهيم. أكل العشوب غير خصان يا تعشى بالتشكات ترى العربة ونزة أنا دار من الدوانة ترى العربة ونزة هاي اوكي 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 الحمد لله دابا غادي ندخلو اخوتي ان شاء الله للطياره نشدو بلايصنا نجلسو غتشوفو معايا لوكا في الطياره بالجلابه يلا رفقيه يلا يلا رفقيه رفقيه ما مساليينش الوراء رفقيه سليمان الله يلا موت ديال الضحك مع لوكا اليوم واحد الله لا مسكين فيصل مسكين لوكا يلا لوكا يلا فقه يلا فقه سيري مسالي نشرح لك الوالدين صافي صافي العشاب اكسكيوز مي ديد يو سي لايك ذيس دريس بيفور واي اتس ا موروكان دريس سولت مضيفه الطيران قلت لها واش عمرك شفتي بحال هذا اللبس صافي دابا كنضحك قالت لي علاش يا وي دو ذات يو ديدنت سي لايك ذيس دريس بيفور رايت عرفتي الناس كيضحكوا عليها وحق الله العظيم الا كلشي هاي كلشي كيضحك عليها كيشوفها كيتعجبوا هذا الشيء لابسه هذه لا مو شوفوا جلابه
انت مسكين but it's look what على الاقل ستر لي راسك درنا فيك اخر سترناك I have to appreciate this clothes yeah you have you should not you have you should yeah اسرع فول في التاريخ 20 دقيقه فت فت دغيا مساليينش حنا نبقاو في السما واش حنا مساليين صافي كلشي هو داك زيدو كلشي كلشي شوفوا دافامي شوفوا واش كلشي خاوي تبقى حتى حاجه كلشي هو داك اليز يلا زيد الفقي اجي الفقي شنوكا الفقي سير الفقي سير 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 باي عمر هذا من الزوينين ظريفين احنا وصلنا كاليبو من كاليبو ان شاء الله غادي نشدو الباص عندنا شويه دوقيت غنشدو الباص لكاتيكلان من داك من كاتيكلان كتشد عاوتاني الفيري الباطو حتى بوراكاي حيت ما كاينش المطار بوراكاي سو بام 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 تتوصل المهم هادشي كنبارطاجيو معكم باش لا بغيتو تمشيو لبوراكاي نبارطاجيو معكم اسهل وسيله واسهل طريقه باش توصل لبوراكاي يلاه الفقيه اسر بي علي لوكا علي شوفوا منين دايزين شوفوا هلاو هاو ار يو جود هاي هاي كيشوفوا فينا كاملين كنصوروا معاهم هذوك اللي كقاد ديال الباكاج ثانك يو هلاو هاي هاي ثانك يو لا عمر هذا البوليس سيكيورتي الناس اللي خدامين ستاف كلشي لا عمر هذا كلشي زوين هلا ثانك يو عمر هذا الناس ضريبين زوينين ترونكيل الله يحفظك بسم الله انتم الا بغيتو تمشيو لبوراكاي 250 باط ديريكتلي تو بوراكاي او 250 ام تو واتس ذا ديفرنس انتو بومان باك بان لام صاي هان غام كاتيك لان جي دي فورس فان ان بوت فاش كتوصل لايروبور كتلقى هاد الناس هادو اللي كيديوك حتى لبوراكاي كاين الفان يعني بحال قلتي طاكسي او لا باص او لا داكشي فاش غيديوك حتى لكاتيكلان ومن كاتيكلان حتى لبوراكاي كتركب ثاني الفيري الباطو حتى تما يعني كلشي كتخلصو هنايا 250 باط اللي هي تقريبا 40 درهم كتخلصها هنايا في المطار وكيديوك حتى الجزيره حتى لبوراكاي مزيان احسن انك تخرج على برا تبقى تقلب على الباص عاوتاني شكون غيديك توصل عاوتاني كاتيكلان تقلب عاوتاني على الفيري هادو كتخلص هنا كلشي ترونكي سو الفان اللي كنجيو عليه هو هذا دونك طوموبيله كبيره طاكسي كبيره هي اللي كتديك حتى لكاتيكلان حتى للبور ومن تما كتشد الباطو حتى لبوراكاي دابا هادشي اللي كتشوفو باش تدخل لبوراكاي كيخصك تعطي الباسبور ديالك خاصو ميكاشيو ليك باش تدخل لبوراكاي هادشي ما كناش عارفين ومن الشروط خاص ضروري يكون عندك ريزيرفاسيون ديال لوطيل بحال غتمشي لشي دوله اخرى دونك الا ما عندكش ريزيرفاسيون ديال لوطيل ما غاديش تدخل واخا تجي حتى لهنا ها فين كيكاشيو ليك في يديك ماشي في الباسبور ما عرفتش واش غتبان لكم شي حاجه ولا لا وانما بغيت نبارطاجي معكم الموقف الحرج اللي انا فيه دخلوا دخلوا عرفتوا فين كاينين دابا حنا هاد الباطو الصغيور فاش راكبين كاين بزاف ديال التعقيدات كاينين بزاف ديال التعقيدات باش انك تدخل لبوراكاي فاش غنوصل الوصله غنشرح لكم كاع شنو خاصك دير واخيرا وصلنا بوراكاي واخيرا وصلنا للاوتيل شنو لوكا عاوتاني بالجلابه واك واك كنساك لوكا واش لابسه الجلابه ويلكم تو وايت مونكي لوكا نجحت في التحدي دابا خصها تعيد الجلابه اوكي تيك ات اوف تيك ات اوف علي لوكا واه صباح الخير عليكم لا فامي نهاركم مبروك نهار جديد حيت وصلنا البارح مسخسخين ديال بصح نعسنا ما فقدت وحده تقريبا دابا الوحده النهار هذه تقريبا عاد فقت دونك
غادي نمشيو نقصيو او نبارطاجي معكم كاع اللي داز البارح في ديك الليله كاع شنو درنا في الطريق نبارطاجي معكم كيفاش تقدروا توصلوا بوراكاي باسهل الطرق او الطريقه الصحيحه باش توصلوا بوراكاي. ثانك يو. ما عرفتش غتكونوا كتسمعوني مزيان ولا لا، ولكن كنتمنى انكم تكونوا كتسمعوني مزيان. علاش؟ حيت تو ماتش ميوزيك مزيكا بزاف. غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله كيفاش انكم تقدروا توصلوا بوراكاي، شنو هي اسهل طريقه باش توصل بوراكاي. عارف بلي بزاف ديال الناس اللي غادي يجيو للفلبين ضروري ما غادي يبغيو يجيو بوراكاي. علاش غتجي للفلبين الا ما كاينش غتزور بوراكاي؟ حيت هذه اهم جزيره واهم محطه خاصك تزورها. هذه بحال اللي قلت، هذه هي المالديف الثانيه في العالم هي بوراكاي، سيرتو انها تسدات تقريبا شي 10 شهور ودابا عاد تحلات عاوتاني، يعني نقاوها لي بلاج نقاوهم ديال بصح، طلعت واعره بزاف دابا. وهادشي اللي غادي نكتشفوا في لي فلوغ اللي جايين. كيما شفتوا حنا جينا من سيبو، وصراحه كتبان ليا سيبو هي اسهل محطه انك تجي لبوراكاي. دونك انت فاش غتجي للفلبين ضروري غادي تحط في مانيلا، فاش هذه هي بس صافي غادي يحطك الماطال انترناسيونال اللي كيدخل من برا في مانيلا. دونك غادي تدور في مانيلا، من مانيلا كنصحك انك تمشي لسيبو. سيبو فيها بزاف ما يدار، فيها بزاف ما يتصور. انا ما صورتش فيها بزاف هذه المره. علاش؟ حيت ديجا المره الاولى ديالي فاش كنت جيت للفلبين كنت في سيبو صورت فيها بزاف، دونك ما بغيتش نعاود نصور نفس الحوايج. دونك من سيبو الطياره كتقام تقريبا حتى المطار ديال كاليبو تقريبا بشي 300 درهم باش غادي تشدها، اولا 250 درهم تقريبا، 250 300 درهم. طبيعة الحال حنا ما خلصناهاش، لوطيل هو اللي خلصها، وانما انا كنبارطاجي معكم الثمن ديال الفول. من كاليبو ان شاء الله غادي تشدو الفان كيما شفتوا 200 بيسوس، اوكي 200 بيسوس طاكسي حتى للبور، يعني حتى للميناء في كاتيكلان. من كاتيكلان كتخلص 50، يعني 250 كلشي، يعني كتخلص 50 بيسوس باش تركب الفيري. ولكن كما شفتوا في الدخله سولونا على ريزيرفاسيون ديال لوطيل، ضروري خاص يكون عندك، والباسبور ضروري خاص يكون عندك، وخاصهم يكاشيو لك باش انك تدخل. دونك كيتشيكيو هذا الشيء كامل، وفاش كيتشيكيو هذا الشيء كامل كتدخل باش تخلص شحال؟ كتخلص 175 بيسوس باش انك تدخل لبوراكاي. هذا الشيء اللي كاين، هذه هي اسهل طريقه. واهم حاجه خاصكم تعرفوها وما تخافوش منها هو الباص والباطو 24 ساعه على 24، يعني ما تقولش لا اليوم ما غيكونش، كل نهار يوميا 24 ساعه على 24. دونك ما تقولش لا اليوم نقدر نمشي ما نلقاش الباص، لا كيكون مره واحده في السيمانه، لا داكشي كامل ما كاينش. 24 ساعه على 24 كاين الباص وكاين الفيري والطياره كاينه. شكرا بزاف لماد مونكي صراحه اللي رحب بينا وخلص علينا كل شيء، وقالوا لنا ريحوا شحال ما بغيتوا، ريحوا شحال ما عطاوناش شي اجل، يعني ريحوا عندنا سيمانه، قالوا لنا ريحوا شحال ما بيتوا، شهر شهرين شحال ما بيتوا. بطبيعه الحال انا ما غاديش نقول شهرين. سو قبل ما نساليو الفلوق ديالنا نبغي نقول لكم باللي في الفلوق اللي قبل، الناس اللي مازال ما شافوش الفيديو اللي قبل، راه درت لكم كيون اي، درت لكم سؤال جواب، سولتوني وجاوبتكم على بزاف ديال الاسئله، منهم شحال كان ربح، منهم بزاف ديال الحوايج متعلقين بالسفر، متعلقين بحياتي الشخصيه، متعلقين بزاف ديال الامور. دونك تفرجوا فيه الا بغيتوا تعرفوا عليا اكثر. تهلاو في يوسكول عشكون الفيديو، ما تنساوش دير لايك. راكم تما تلاقاو فلوقات واعرين في بوراكاي ان شاء الله، نكتشفوا هذه الجزيره اللي واعره بزاف. تهلاو في يوسكول، لكم تما باي. Competition, you don't really listen. In the blue.